الله يبارك. شحال عندنا؟ انا درتني سطري. ان شاء الله ربي يشوفكم بالخير. أمي الجلالي شحال عندك هنايا؟ لا ايه 75 سنة هنايا؟ ايه الله يبارك. قالوا لي 93 في عمرك، 93 ولا 92؟ 93 الله يبارك. كيف تبدلت هنا ما تبدلتش؟ قول يا عمي الحاج كيف تبدلت الحالة هنا؟ بكري ايه بلاه ايه الله يجعل ايه علاش؟ انتم مساكين بركاكم ربنا الله صح ربي معكم ان شاء الله امين ما تخافوش. وقتها تروح شلف؟ ولدك الروح انا قريب الروح قارع ذاك الروح تهلا في روحك عمي الحاجة زايدين تما بلادنا تما خويا ماشي روحوا ليها هذيك وطننا صح اللي كاين موتوا تما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا اخي راك لاباس عمي الجلالي وربي معاكم تهلا في روحك ها السلام عليكم عمي الجلالي ربي معاكم تهلا في روحك ها ابقى على خير الله يسلمكم.